بيان غربي أمريكي يدعو الأطراف الليبية للوفاء بمسؤولياتها والعمل لتحقيق الاستقرار ويلوح باللجوء إلى آليات بديلة. سجينة سياسية تكشف تفاصيل الاعتداءات والتحرش الجنسي ضد المعتقلات في إيران، ولا سيما في مركز احتجاز شابور سيء السمعة. فيما يبدو تحضيرا لعملية برية محتملة، أنقرة تكشف عن مشاورات تجريها مع روسيا لاستخدام المجال الجوي شمال سوريا. وفي النشرة أيضا عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة، تودي بحياة العشرات وتؤدي لقطع الكهرباء وإلغاء رحلات طيران. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. دعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للعمل مع المبعوث الأممي لتحقيق الأمن والاستقرار. الخارجية البريطانية دعت رئيسي البرلمان عقيل صالح ومجلس الدولة خالد المشري للقاء برعاية أممية للاتفاق على القاعدة الدستورية، ملوحا باستخدام آليات بديلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية. كما أكد البيان التزام لندن بدعم الحوار الليبي وباستعدادها للعمل مع جميع الأطراف الليبية لدعم سبل إنهاء الأزمة، وأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يظل هدف الشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة. هذا ودعت الخارجية البريطانية جميع الأطراف لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها. هذا وشددت الخارجية الألمانية على ضرورة إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، حافة جميع الأطراف للتسريع في تطبيق كامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. الخارجية الألمانية دعت الأطراف الليبية على العمل مع البعثة الأممية لتحقيق تنازلات واتفاق بناء. دعا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من أسماهم بالأطراف المتصارعة في بلاده لوضع خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف لتحديد موعد للانتخابات العامة. وخلال كلمة له في بنغازي وصف دعوته بالفرصة الأخيرة لتحقيق طموحات الشعب الليبي. وأكد حفتر أن القوات المسلحة هي أول من نادى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. نتابع. القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تمنح الأطراف المتصارعة الفرصة الأخيرة لوضع خارطة طريق قابلة للتطبيق ومحددة للمعالم تهدف في نهاية المطاف إلى تحديد موعد حقيقي لإجراء الانتخابات العامة يحتكم فيها الليبيون إلى صناديق الاقتراع. ونحمل هذه الأطراف كامل المسؤولية في حال عجزوا من جديد عن تحقيق مطالب ورغبات وآمال الشعب الليبي. ونذكر بأننا أول من دعا إلى إجراءات الانتخابات نزيهة وشفافة تنتج سلطات تكتسب شرعيتها من الشعب مباشرة دون سواه، ولم نترك بابا للسلام إلا وطرقناه. وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها وواجباتها لحل الأزمة الليبية واتخاذ الخطوات الفاعلة والتدابير اللازمة للتوصل إلى حلول فعلية للقضية الليبية. في
في الشأن الإيراني، كشفت المحامية الإيرانية السجينة نرجس محمدي عن حدوث عدد من حالات التحرش والاعتداء الجنسي بحق المحتجات التي اعتقلن بالسجون. محمدي أوضحت في تصريحات صحفية أنها استمعت لعدة روايات من سجينات اعتدى عليهن ضباط إيرانيون أثناء التحقيق أو خلال نقلهن إلى السجون. وأضافت المحامية السجينة أن هذه الاعتداءات الجنسية تركزت بسجون، وذلك أيضا في عدد من المراكز للاعتقال أبرزها مركز شابور، والذي يعد وفق محمدي أسوأ وأخطر مراكز الاعتقال في طهران، حيث يشيع فيه الضرب والتعذيب الجسدي وأيضا التعذيب المفضي لانتزاع اعترافات. في تصريحات خاصة للحدث، أكد محامي الرهينة الفرنسية في إيران سيسيل كولير بأن أول اتصال لها مع عائلتها منذ احتجازها تم تحت المراقبة، وبأن وضعها النفسي كان صعبا للغاية. كما أكد أن لقاء للسفير الفرنسي مع الرهينة كان تحت المراقبة الشديدة أيضا. Alors l'appel s'est tenu effectivement il n'y a pas longtemps, il y a 8 jours à peu près, donc c'était un appel sur le réseau WhatsApp. L'entretien a duré à peine quelques minutes, cet entretien a été surveillé étroitement, donc Cécile n'était évidemment pas libre de ses propos, et les parents ont relaté que la malheureuse Cécile était en pleurs lorsqu'ils lui ont parlé. Les parents ont senti que Cécile était très éprouvée psychologiquement. Et de ce fait, cet appel téléphonique leur a fait du bien en ce sens qu'ils ont pu entendre le son de la voix de leur fille, mais ça leur a fait aussi du mal en ce sens qu'ils ont réalisé qu'elle est vraiment en piteux état au plan psychologique, au plan moral. Ce que je sais de cette visite, elle a été effectivement effectuée le lendemain d'ailleurs de la constitution de notre comité pour la libération de Cécile. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. L'entretien a été relativement bref, 10 minutes d'après ce que je sais. L'entretien était également surveillé, il n'y avait aucun caractère de confidentialité, ce qui me choque également. Et donc c'était limité à des généralités. L'ambassadeur voulait savoir comment était l'état général de Cécile, et je sais qu'elle lui a dit qu'elle avait besoin de s'aérer l'esprit, elle avait besoin de lire, elle avait besoin de lecture, et elle souhaitait qu'on lui envoie des livres depuis la France. Alors effectivement, la famille de Cécile a envoyé des livres qui ont transité par le Quai d'Orsay, mais à ce jour, aujourd'hui, à Noël, d'après ce que je sais, ces livres n'ont toujours pas été. دعت منظمة العفو الدولية إيران إلى وقف إعدام المحتج محمد قبادلو، وأشارت إلى أن إعدامه بات وشيكا بعد تأييد المحكمة العليا للحكم. المنظمة الدولية دعت المجتمع الدولي إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على السلطات الإيرانية لوقف إعدام المحتج. كما أوضحت العفو الدولية أيضا أن محمد قبادلو يواجه الإعدام بتهمة الفساد في الأرض بعد محاكمة سورية أمام محكمة ثورية تابعة للنظام في طهران. في إيران تتشابه الساحات، كلها تعج بالمتظاهرين، أما هواؤها فمسموم بغازات تدمع العيون أطلقتها قوة الأمن لتفريق صفوفهم وإخماد حناجرهم التي من فكت تصدح بالمرأة والحياة والحرية منذ مقتل الشابة مهسا أميني. وذهابا إلى ساحة أصفهان، فإن رائحة موت تعم المدينة التاريخية، لا سيما في ميدان الشهيد علي خان الذي قد يصبح منضدة إعدام لعشرات المحتجين. يقول شهود عيان لشبكة CNN الأمريكية إن تركيب المنصة هناك بدأ بالفعل، وقد يكون أمير نصر أزاداني اللاعب الإيراني السابق في فريق تراكتور لكرة القدم أول من يلقى حتفه بعد أن اتهمه النظام بالمشاركة مع مجموعة مسلحة يزعم أنها قتلت العديد من عناصر الأمن. ففي هذه الساحة وديسمبر قد تنتهي كل الأحلام. شهر النهايات، ربما يراه النظام الإيراني فرصة لتنفيذ موجة إعدامات، حيث أكدت CNN بأن القضاء يسرع في إصدار الأحكام وتطبيقها. ووفق بيانات الشبكة، فإن 43 شخصا على الأقل سيواجهون إعداما وشيكا، بينهم 10 أشخاص في أصفهان، والعدد يصل إلى الضعف بحسب ترجيحات وسائل إعلام إيرانية.
عائلات المعتقلين مذعورة، أبناؤها خلف القضبان، والعالم يستعد لاستقبال عام جديد، ومخاوف من انشغال بالاحتفالات ونسيان ما يجري على أرضهم. ورغم ذلك صامدون هم الإيرانيون، حتى لو كان هذا العام شهد أكثر الأيام فتكا فيما عرف في زاهدان باسم الجمعة الدامية. إسراء الصغير، الحدث. بعد أن أعلن القضاء الإيراني أن المحكمة العليا قبلت استئناف متظاهرين اثنين حكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما، تراجعت المحكمة عن قرار الاستئناف ووافقت على حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو. تتحول الساحة في إيران من رقع مكتظة بالمتظاهرين إلى ميادين موت علني بالرافعات، هكذا يريدها النظام الإيراني ليخمد أصوات التظاهرات، بحسب منظمة العفو الدولية التي وصفت هذا المشهد بالمحاكمة الصورية التي تهدف إلى ترهيب المحتجين. أعدم شخصان هذا الشهر، محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، وكلاهما لم يتجاوز عمره 23 ربيعاً. وأعداد الإعدامات الوشيكة متضاربة ما بين 21 نسبة لبيانات العفو الدولية و43 وفق شبكة CNN الأمريكية، وصولاً إلى 100 نقلاً عن منظمات حقوقية. لكن اسمين آخرين كانت المحكمة العليا أعلنت أنها قبلت حكم استئنافهما، معللة ذلك بقصور في التحقيقات، محمد قبادلو وسمان سيدي ياسين. ثم ما لبث الخبر ساعات حتى تراجعت عن أقوالها ووافقت على إعدام قبادلو، مضيفة أن الاعتراض الذي ورد في ملفه مرفوض من قبل المحكمة المعنية، التي قالت إن قبادلو يواجه حكما بالإعدام بسبب مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة. 100 يوم مضت ولم تخفت التنديدات الغاضبة التي تصاحبها حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 18,000 من الغاضبين من النظام ورموزه، أما القتلى فتجاوز عددهم 470 شخصا في حصيلة غير نهائية. إسراء الصغير، الحدث. سروایی که مغازه‌هاشون رو بستن، درود به شرف ما. اونایی که نبستن، مردم دارن کف خیابون کشته میشن، دارن هزینه میدن. شما از یکشون ستون بگذارید. هیچ اتفاقی نمیفته، برای آینده تون بگید. سیدی به سمت تاتشه. سیدی به سمت تاج شهر. سیدی به سمت تاج شهر. كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا، ذلك تحضيرا لعملية برية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية هناك. نفذت تركيا عدة عمليات توغل شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ شهور. وفي نوفمبر الماضي شنت تركيا ضربة جوية على أهداف لوحدات حماية الشعب. العيش في الشمال السوري يزداد صعوبة خاصة للفقراء الذين يكابدون درجات الحرارة المنخفضة وارتفاع أسعار الخبز الناتج عن قلة المخصصات من دقيق القمح. انخفاض شديد في درجات الحرارة في الشمال السوري يقابله ارتفاع في أسعار الخبز ليفاقم ظروف العيش الصعبة في منطقة القامشلي. سوريات من أعمار مختلفة ينتظرن لساعات للحصول على بعض الخبز بأسعار مناسبة. والله جعان نجي من الليل الساعة 4 نجي على الخبز وما نقدر نشتري ربطة خبز وننام على الرصفان. رغم الظروف القاسية إلا أن ملامح الإنسانية ما زالت موجودة،
تطوع هذا الرجل السبعيني لتسجيل أسماء الباحثين عن لقمة الخبز حتى لا يضطروا إلى المبيت في الشارع. إحنا اقترحنا أنه واحد يصير ضحية، أنا أصير ضحية، أجمع على الكروت وحط نسقهم بالدور بنظام واحد ورا واحد، ويروحون العالم كلها تفض من الشارع تروح على بيته وتروح تصلي وتروح يرتاح، ويجون على الدور الصبح يجي واحد اسمه محمود ياخذ الكروت كلهن ويصيح الواحد اسم اسم ويجي على السيارة ياخذ خبز ويروح. الأفران الشعبية في القامشلي لا تتجاوز 15 فرنا، ومخصصاتها من دقيق القمح لا تتجاوز الطن الواحد، في حين أن حاجيات السكان تتجاوز 3 أطنان لكل فرن في ظل الإقبال الشديد من أصحاب الدخل المحدود. وكمية الطحين قليلة عندنا، والأزمة مقبلة علينا لأنه أفران الخاصة عم العالم فقراء، العالم عم يدور الرخص، العالم ساعة 3 يجوا مشان يسجلوا دورهم مشان يصير الخبز لأنه رخيص. أوضاع صعبة يعيشها الفقراء في الشمال السوري في ظل المناشدات بتوفير كميات أكبر من الدقيق للمخابز. أنس نماسي، الحدث. أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات وصفتها بالموجعة ضد تنظيم داعش. المتحدث باسم الداخلية العراقية أوضح أن الحكومة عازمة على رفع الفعالية القتالية من خلال خطة، وذلك أيضا إلى جانب إجراءات منسقة لدعم الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن قوات الشرطة والأمن والاستخبارات بالتنسيق مع القوات الجوية تواصل تنفيذ ضربات استباقية ضد تنظيم داعش، خاصة في المناطق البعيدة والنائية التي لا تزال تشهد تهديدات إرهابية. شهدت أغلب المحافظات العراقية تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق أحياء العاصمة بغداد ومدن وبلدات أخرى، وشلت حركة المرور في طرقاتها. للمرة الثانية على التوالي وفي غضون شهرين فقط يتسبب سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة بغرق أغلب أحياء وشوارع العاصمة بغداد، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام للحركة فيها. أساني لا أقدر أطلع أشتغل بالتيك تيك، لا شيء، تيك تيك الساعة طافية، باع المي، صور للمي، ما نقدر كل شيء نشتغل، وإحنا ناس على باب الله كنا كسبة من وراء الأمطار، لأن شوارع كلها غرقانة ما قدرنا نطلع. تساقط الأمطار الذي استمر أكثر من 12 ساعة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وسقوط أعمدة الكهرباء والأشجار في الطرقات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد. والله من البارحة لا جتنا البلدية لا سوونا حل هاي الماء، يعني احنا اليوم ما قدرنا نطلع للشغل من وراء هذا الماء. بس هاي خطية، هاي العالم اللي قاعدين بالتجاوز راحت أخشابهم غرقوا تأذوا، بلكت الله الدولة يعني تدير بالهم عليهم تعوضهم تعطيهم شيء، يعني خطية طلعوا من بيوتهم هجوا. رغم استنفار أمانة بغداد لكافة كوادرها الفنية إلا أنها لم تتمكن إلى الآن من سحب مياه الأمطار من أحياء بغداد، لتستعين بآليات وزارتي الدفاع والداخلية التي تعمل منذ ساعات للمساهمة في تصريف مياه الأمطار التي سقطت بكميات كبيرة والتي تحولت إلى سيول في المدن والبلدات الحدودية مع إيران. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. أصيب 27 شخصا من نادي أو جمهور نادي الاتحاد الإسكندري بإصابات بسيطة ومتوسطة، ذلك بعد سقوط أحد أسوار مدرج ملعب مباراة فريقهم أمام النادي الأهلي المصري ضمن منافسات كأس السوبر لكرة السلة. هذا ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ 21 سيارة إسعاف إلى الملعب الواقع بصالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، حيث جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج. سد هدوء حذر في وسط باريس مع تراجع حدة المواجهات بين المحتجين الأكراد والشرطة الفرنسية. الشرطة قالت إن 31 شرطيا أصيبوا جراء المواجهات، بالإضافة إلى توقيف 11 شخصا. من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي دعم بلاده
لكل الأكراد في فرنسا، حيث تعهد بالكشف عن ملابسات الحادث. اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة وأفراد من الجالية الكردية الغاضبة التي تحولت إلى أعمال تخريب، تنديدا بمقتل 3 أكراد في هجوم نفذه مسلح في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور. الناس يشعرون بقدر كبير من الظلم وعدم العدالة، وعندما يحدث ذلك مرة أخرى في نفس المنطقة وفي نفس الظروف عمليا، هناك شعور بالغضب والناس حزينون وغضبون بشدة. في الماضي كان نفس الأمر، وهذا ما لا يمكن قبوله في الواقع، لذلك أردنا إظهار غضبنا وحزننا. الأكراد عانوا لمدة 100 عام، وهذا الأمر ليس بجديد ويحصل في كل مكان. اعتقدنا بأن فرنسا ديمقراطية، لكن في الواقع هذا غير صحيح. لا نعلم ماذا يريدون بالضبط ولماذا يقتلوننا. توافد الآلاف من الفلسطينيين والأجانب إلى ساحة كنيسة المهد عشية الاحتفالات بعيد الميلاد، وذلك للطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الغربي. لا الأمطار منعتهم ولا الأجواء الباردة حرمتهم من اقتناص الفرح عشية أعياد الميلاد. المواطنون والسياح توافدوا من مختلف أصقاع الأرض بحثاً عن فرحة في عيد الميلاد، ولأداء الصلوات والدعاء بأن يكون هذا العام عام فرح وسلام. ميري كريسماس! إن شاء الله بتكون سنة مليئة بالخير والصحة والسعادة للجميع. كل عام وأنتم بألف خير لجميع الديانات، لأنه إحنا إيد واحدة، والله يهدي بال الجميع. تكوني ملانة سعادة وعائلتي كلها دايما تضل حوالي، كلنا بصحة وخير، وعرسنا يتم مع خير. عرسنا احنا بشهر 7، الله يقدرنا وينجحنا ويقوينا ان شاء الله نفرح فيه. تعرف يعني ان شاء الله تمام الصحه والعافيه اهم شيء طبعا يعني. هذه الشجره التي اضيئت بدايه الشهر الحالي تقف شاهده على الحدث ومرحبه بالزوار الذين توافدوا الى ساحه كنيسه المهد من كل صوب وحدب ومن مختلف الاعمار للمساهمة في احتفالات أعياد الميلاد ولنيل ولو القليل من الفرح. من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، خالد القاسم. اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بسبب حوادث سير وانقطاعات للكهرباء، وأيضا إلى ذلك إلى جانب ذلك تقطعت السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات الطيران. في ختام هذه الجولة نشكر لكم كرم المتابعة ونذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحدث والتفاعل معها، بالإضافة إلى تصفح الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.